ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة الأستاذ علي الخضاري الإعلامي والباحث في الشأنية التركي. أهلا بك سيدي. إذا بداية، كيف هي قراءتك لحادثة اغتيال سفير روسيا في أنقرة؟ فالهدف الأساسي هو إضعاف موقف تركيا أكثر، وإضعاف أوراق تركيا أكثر في المفاوضات المرتقبة للحل في سوريا، وهو الموقف الضعيف أصلا بعد انسحاب أو تراجع وضعف تأثير أطراف الإقليمية التي كانت داعمة لتركيا، على رأسها دول الخليج وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والشريك الأوروبي. أستاذ، هل ترى بأن هدف الهجوم هو زعزعة الداخل التركية؟ محاولة لخلق تركيا غير مستقرة، تركيا تنكف على لحل مشاكلها الداخلية وإظهارها على أنها دولة فاشلة أمنيا إن صح التعبير بين قوسين، أو على الأقل أنها غير قادرة على حماية بعثات الدبلوماسية. تعرفون أنه موقف التركي الآن هو في حرج كبير، حرج دبلوماسي كبير، فأي كان وأي كان المتهم وأي كان من يقف وراء هذا، فتركيا كدولة يلزمها القانون الدولي والعرف الدبلوماسي بتأمين وحماية البعثات الدبلوماسية. فبالتالي وزير الهجرة التركي مولود جاوش أوغلو الذي ركب الطائرة من أنقرة إلى موسكو مفوضا وصل إليها وهو معزيا، وموقفه أكثر إن صح التعبير بين قوس أكثر ضعفا. سؤال أخير سيدي، في رأيك هل ستؤثر هذه الحادثة ربما سلبا على العلاقات التركية الروسية وتجهد جهود الوصول لحل الأزمة السورية؟ تعرفون أنه الآن الدعوة إلى القبول بالتسوية السياسية أيا كانت، وأيضا هي دعوة للقبول بالأمر الواقع، والأمر الواقع في سوريا ما هو؟ القبول ببقاء نظام الأسد الذي تعتبره أنقرة خطا أحمرا، الذي كانت أنقرة قبل أشهر فقط تدعو إلى رحيله، ولا يمكن، وكانت تعتبر أنه لا يمكن أن أي حل في سوريا دون الحديث عن مصير الأسد. الآن ربما الحديث بدأ بنبرة أخرى، أو الهدف على الأقل إلى القبول بتسويات سياسية، إلى وقف لإطلاق النار، إلى قضية اللاجئين وسحب المحصرين في حلب. هذه هي مظاهر قوة الموقف الروسي في سوريا. إذن الأستاذ علي الخضاري الإعلامي والباحث في شأنية التركي، شكرا على كل هذه التوضيحات.